لم يكن جهيمان والخميني أبرز ما حدث في عام الاستقطاب 1979 الذي انطلق معه الغزو الروسي لأفغانستان. وصل الفلسطيني عبد الله عزام بعد عامين للسعودية لتزداد قوة التيار الجهادي مقابل التيارات الأخرى. إلى أفغانستان اليوم أقبل برجليك، وإلى أفغانستان اليوم أقبل بعينيك وأصغي بأذنيك وذق حلاوة الجهاد ولو من خلال الصور والصوت. تأثر شاب سعودي اسمه أسامة بن لادن بعبد الله عزام وأطروحاته الحماسية والثورية، أصبح لهذا التيار قضية يقاتل من أجلها. تذكر نشاط عبد الله عزام في بداية مجيئه للسعودية؟ أول ما جاء السعودية ما قابلته أنا في المحاضرة، قابلته في أمريكا فيما بعد في أوكلاهوما، لكني سمعت أن في يلقي محاضرات في الرياض وفي جدة وكذا، ما أتى أبها في تلك الفترة، فلا بشك، لكني فيما بعد لقيته بعد سنوات في عام 1408 في مؤتمر الشباب العرب المسلم في أوكلاهوما سيتي، كان دعينا إلى المؤتمر ولقيت ذاك الوقت، تعرف قصيدتي هذيك الأرجوزة، يقول عايض هو القرني وأحمد ربي وهو لي ولي مصليا على رسول الله. بعدين قام هو لابس الباس الأفغاني وعليه طبعا القبعة الأفغاني هذه. وكان يعرفك في المؤتمر؟ لا، من ضمن الناس المؤتمر كثير من كل الولايات الأمريكية حول 5000. من اللي كان منظمة؟ الشباب العربي المسلم، الشاب يعني هي كانها يعني منظمة ومؤسسة تجمع الشباب العربي المسلم في أمريكا. أنا هذه الدعوة لما حضرت كان موجود الشيخ أحمد القطان وكان موجود الدكتور طارق السويدان ومجموعة، والأبرز الذي حضر عبد الله عزام معه ناس من الأفغان. أذكر ذاك الوقت تكلم عن الجهاد والناس يكبرون وحتى يقولوا عليك بالقرآن ويكون ديوان متنبي معك حتى أنه يجي يستشهد بشعر المتنبي. هذا المؤتمر كان الطابع الأبرز كأنهم أخوان مسلمين. قد يكون إيه، لأن في أطياف، لكن يظهر الأكثر، نعم الأكثر فيه الأخوة المسلمين، لدرجة أنه كان في المؤتمر جلسنا 3 أو 4 أيام، قال الإمام الشهيد، قال الإمام الشهيد، كان لي قصة أنا ويذكر هذه قصة الشيخ أحمد القطان في الكويت يسمعني الآن. فكان بعض الدعاء يعني يعطونك خاطرة مع صلاة المغرب في بهو كبير، قاعة يصلي فيها المغرب الصلوات يعني، قالوا خاطرة الليلة عندك، وأنا 3 أيام 4 قال الإمام الشهيد لا تضحك فإن الأمة المجاهدة، قال الإمام الشهيد لا تمزح فيه، قال الإمام الشهيد. فقمت يا أخوان قلت يا إخوتي بعد محمد رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، وأنا من يوم جيت المؤتمر كله قال الإمام الشهيد قال الإمام الشهيد، طيب وين الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أرسله الله لنا صاحب السنة صلى الله عليه وسلم؟ فقم يا واحد عراقي كان من الإخوان قال يعني أنت تستجهل وتتحول من شأن الإمام الشهيد؟ قلت هذا باب فين محمد صلى الله عليه وسلم، وين كلامه؟ قام واحد حضر من السلفين قال صدق، يعني أنا الشيخ وأنت أنت فقط غلو وهذه حزبية. قام واحد ثاني سانده، قام هذا رد على هذا وصار أمر مريج في القاعة، شباب الأمة الإسلامية تهاوش. نعم، وهذا وحنا بنجمع شمل الأمة. فأخذني القطان وأنا كنت واقف عند الميكروفون ومشينا إلى سنصير لفت، قال فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، وطلعنا مثل الدور الرابع والخامس في الأوتيل، يعني هم نفس القاعة في الأوتيل. دماؤهم إنما هي النار التي تؤجج صدور الجيل الذي يسعى لإقامة دين الله من جديد. عبد الله عزام في ذلك الوقت في السعودية كان له شعبية في أوساط الشباب؟ بلا شك الجهاد، تعرف كثير من يسافر من البلاد، ولم يظهر الوجه التكفيري الذي هذا والتفجيري، كان كل الأمة ذاك الوقت قاتل الروس يعني الاتحاد السوفيتي، حتى الإعلام يشارك نكون صريحين، والناس كانوا والعلماء، وتجد مثل بن باز ومن عثيمين في أفغانستان قضية أمة يعني.